معنا السمي يوسف الجراح، الاسم المميز اللي دائما نسعد بتواجده. حياك الله ابو طلال. حبيبي كل عام وانتم بخير. ابو طلال كل عام وانتم بخير. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك، يعطيك الصحه والعافيه، كل سنه وانتم طيبين، ويعطيكم الصحه والعافيه على الجميع. كل عام وانتم بخير وربي يسعد ايامكم. نورتنا سم، اقول نورتنا اليوم. نوركم يا حبيب قلبي والله. انت وش هالغيبه؟ لا عنده برامج لفتره ولا عنده شيء بعد قدم لنا؟ ها عزايم ما ظنيت. أيوة لانه أيوة باين عليك الدايت يا حبيب قلبي. لانه اي واحد يقول لي وينك ما شفناك تلفزيون، والله معزوم مشغول يعني معزوم. اها لا الفتره هذه كانت فتره يعني خصوصا رمضان الحمد لله يعني ابشركم. يمكن كان برنامج حق اكسب مع اخوكم ابو طلال يوسف الجراح في الاذاعه، وانا اعشق الاذاعه بشكل غير طبيعي. ونحضر ان شاء الله يعني لنا فتره والله نحضر البرنامج ان شاء الله، حيكون ان شاء الله على شاشه الام بي سي قريبا ان شاء الله حيطلع باذن الله. يعني وش فكرته؟ فقراته شامل امانه يعني، حتى مسابقات او مش مسابقات منوع. هو حواري حيكون موجود، لكن تتكلم عن كل شيء فني موجود. فني ثقافي اقتصادي اجتماعي خفة دم كوميديا مخلوط خلطة، لكن هو في الأساس يعني فكرته بأمانة يعني. وأنا سعيد يعني نطولنا في حكاية في الإعداد، وأنت سيد من علمنا أستاذ علي الله يعزك. لازم وما يطلع شيء على ام بي سي لما يكون على قولتهم الطبخة متسبكة كويس. صح، وأنت طباخ. الطبخة طباخ ماهر. وأنا أحسن لا يطبخ البرامج. صح، لا طبخ برامج أوكي، بس طباخ أنا قذقت منها. الله وكيلك. تذكر رز والتونة أبو طلال؟ شوف اللي بيننا لازم نكون صريحين قدام الناس. والله على الهوى تذكر رز والتونة اللي تهددني؟ طيب أبو طلال حبيب. يعني معناتها باي باي الفن، أهلا وسهلا ام بي سي والبرامج. هو باي باي من العام الماضي. المسلسلات من العام الماضي والفترة الجاية كلها بإذن الله تعالى. التلفزيوني أنا مهتم بالمسرح بشكل كبير جدا، مهتم في الإذاعة، وجالسين مع وزارة الثقافة يعني، وأنا أشكرهم والله على الدعوة الكريمة كانت مع معالي الوزير في رمضان، تكلمنا في أشياء كثيرة جدا من ضمنها للمسرح والبرامج. يا أخي خلاص يعني أنا حاس نفسي إن والله في التمثيل قدمنا، وإن شاء الله يكون اللي قدمناه يرضي الجميع يعني أو شيء، وإن قصرنا سامحونا، لكن الفترة الجاية حتكون فترة برامج فقط لا غير. هي برامج ويدخل فيها على فكرة. هتقول لي وين راح العميد أسعد عمر؟ قال لي أو شغلة زي كذا، إلا ما تطلع في البرنامج يعني. طيب أنا بس لأن ما عاد معنا وقت علي، بس أبغى أسعد عمر قال لي كيف كان برنامجه في العيد اليومين هذا؟ قلت تسأل أبو طلال أسعد عمر قال لي خلاص مات الله يرحمه. مرة لا ما يموت ما يموت ما يموت. صدق إنه مشتاق له من الذين على عشان كذا نسأل كيف وين رحت وين جيت أبو طلال في العيد؟ والله ابدا انا اول يوم طبعا مع الوالد، احنا في رمضان وقبل رمضان والله، ودعواتكم للوالده بالشفاء يعني. الله يسلمك. فانشغلت كثير في الفتره هذه في قبل رمضان وفي رمضان يعني، وعندي البرنامج، لكن حضرت اول يوم العيد هنا بالرياض، وتشرفت في دعوه كريمه من اخوي استاذ المحافظ شقره الاستاذ عادل نوجه له عبد الله البواردي، ونقول له كل عام وانتم بخير ولاهل شقره الطيبين وكل المملكه الحبايب. حضرنا عيدهم امس ورجعت اليوم يعني، وقلنا وعيدنا معكم واحلى عيد. طيب ابو طلال احنا مضطرين نختم الان عشان نوزع الجوائز ونختم بالفرقه. يا سلام، احنا موعدنا معك بالفرقه زين، بنوزع الجوائز وبنرجع لك. يلا يلا بس يعني. يا شباب اعطونا كاميرا الضيف، اختم ختام للمشاهدين ودعهم فيها حبيبي على طريقه اسعد قلي. يا عمي الحين اسعد عمر. يلا يا حبايبي كل عام وانتم بخير. لا اسعد قلي قلنا يقولوا لي ابغى اسعد عمر قلي، وانا اقول لكم لا تقول لي ولا اقول لك. وين الحوله؟ ايه حقتها فؤاد الحوله. كل عام وانتم بخير يا حبايبنا، لكن ان شاء الله يعجبكم البرنامج الجديد على ام بي سي ان شاء الله، ونطلع فيها شويه شغلات كذا. انا والله اشتقت لكم كثير يا حبايبنا، وكل عام وانتم بخير. شكرا يا شكرا استاذ علي. خفيف ظل في حضورك وفي غيابك. يجيب عزك منها. يلا نوزع الجوائز. يلا نوزع الجوائز وناخذ. انت خليك تكفل.